Good morning my kids, how are you? اليوم إن شاء الله يا كيجي رح نتابع بالنسبة لموضوع the letter I. Letter I. بطلب من الكل إنه يفتح الكتابة صفحة 28 و29 عشان نتبع مع بعض. يلا نعمل هلا مراجعة سريعة يا كيجي لحرف الـ I. زي ما تعلمنا دائما يا كيجي في انا عندي في اللغه الانجليزيه لكل حرف عندي الكابيتال وعندي السمول. This is capital I, this is small I. Capital I, small I. صوته E. 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 Insect. Insect. Insect حشرة. Insect حشرة. Insect حشرة. إنك حبر. إنك حبر. إنك حبر. إجلو اللي هو البيت أو الكوخ الجليدي. إجلو الكوخ أو البيت الجليدي. زي ما تعلمنا يا كيجي إن الإجلو اللي هون الموجود عندي زي ما أنتوا شايفين صغير جدا صغير وبابه أصلا صغير، فاللي بتسأل كيف إنهم بيدخلوا على هذا البيت أو هذا الكوخ فهم بيسحبوا على أديهم وركبهم. تمام يا كيجي؟ إغوانا اللي هو الإغوانا حيوان الإغوانا. تمام يا كيجي؟ هيك بالنسبة عندي لحرف الآي الكابيتال آي سمول آي. آي صوته بالإضافة إلى معاني الكلمات الموجودات عندي هنا. نيجي على السؤال الأول الموجود عندي هنا. ثريزان كولر كابيتال آي سمول آي. يلا كنا مع بعض يا كيجي، كنا ننقش على حرف الكابيتال اي. شايفين يا كيجي من خلال خطوه واحده هون نفس الاشي بننقش على حرف السمول اي. This is capital i, this is small i. This is capital I, this is small I. زي ما انتو شايفين يا كيجي بعد ما نقشنا عليه، تمام، بعد ما نقشنا على الحرف هلا من اللونه بلونكم المفضل. يلا كنا مع بعض نلون يا كيجي. طبعا بتلونوا باللون اللي بدكم اياه يا كيجي والمفضل عندكم، طبعا بحيث انه يكون مرتب. هاي لونا هون عندي الكابيتال اي، هلا بنلون السمول اي. تمام يا كيجي. هلا نيجي على السؤال الثاني صفحه 29. هون بدنا ننقش على الحرف بعدين ايش نكتبه. يلا كنا مع بعض النقشه من نقطه البدايه السطر الاول نحو السطر الثالث بننزل زي ما انتم شايفين هون عندي يا كيجي نقشنا عليه. هون بدنا نكتب كتابة، هون نقشنا عليه نقش، هون بدنا نكتب كتابة. من السطر الأول نحو السطر الثالث 1 2 3. هون حاطة لي نقطة بداية بنزل من السطر الأول نحو السطر الثالث. نفس الإشي هون يا كيجي عندي. تمام يا كيجي. هون بالنسبة عنا كابيتال اي. هلا عشان نكتب السمول اي حكينا ان السمول اي بين السطر الثاني والثالث، هون بدنا ننقش عليه. طبعا هون بعد ما ننقش عليه نعمل النقطة، ما ننسى النقطة يا كيجي. هلا هون بدنا نكتبه كتابة، بنزل من السطر الثاني نحو السطر الثالث بعدين بعمل نقطة. السطر الثاني نحو السطر الثالث بعمل نقطة. شايفين يا كيجي ما أسهله؟ السطر الثاني للسطر الثالث بعدين. هلا يا كيجي بننتقل إلى السؤال الثالث. color capital I small I. تمام؟ يلا هلا بنيجي على أول حرف عندي هون. ايش من لونه عندي؟ هذا الحرف حرف اي،
اذا ايش هذا حرف الاس اذا ما راح الونه. عندي هذا الحرف حرف الاي اذا ايش راح الونه. هذا الحرف حرف ام اذا ايش ما راح الونه كي جي. عندي هذا الحرف حرف الاي كابيتال اي. هون عندي حرف التي ما راح الونه سمول تي هون كابيتال تي. عندي هون حرف الاي سمول اي. هاي هيك بالنسبة لنا يا كي جي لحل الكتاب. بتمنى منكم جميعا انكم تحلوا لي على الكتاب وتصوروا لي اياه وتبعتوا لي اياه على الواتساب. طبعا هون في عنا الوان عشان انكم تتسلوا وتلونوا باللون اللي بدكم اياه. وهون عشان نكتب يا كي جي لازم انكم تكتبوا عشان ايش نتمكن من كتابة الحرف بشكل ممتاز. تمام يا كي جي. يلا ثانكيو حبايبي. جود باي.